فيه الآن زيادة ارتفاع كبير بأعداد الإصابات بكوفيد 19، والحكومة عدلت حملة التطعيم وقبلت مجموعة من الإجراءات. ما نراجين نرجع ليك الإجراءات الاحترازية اللي تعرفوا، ويا الله المواطنين يعرفوا على أن هذا اللي عنده من العلاج ومن الوقاية لا التطعيم. واليوم رسالة قوية من الحكومة الموريتانية، أعضاء في الحكومة الموريتانية ومستشارين الوزير الأول وشخصيات سامية يأخذون الجرعة، منهم من أخذ الجرعة الرابعة لأنه أخذ الجرعة الثالثة لست أشهر، ومنهم من أخذ الجرعة الثالثة لأنه الجرعة الثانية فات وفاها. وهذه رسالة لكافة المواطنين الموريتانيين ولقادة الرأي في موريتانيا والمؤثرين الموريتاني. أعلن نحن اللي وسانا وركات إياها هذه الحالة، الحمد لله حالات الحجز المستشفائية فيها ما هي ياسرة، وعلنا المرض ضرك شك الناس انه خفيف عليه الوساهة، لا اعلنا نسبة التطعيم عندنا مرتفعة. هاك كلما زدنا نسبة التطعيم كلما كان ان شاء الله نسبة الإصابة بالمرض وبكوفيد 19 خفيفة.